في فصل الصيف يحتاج الناس إلى تناول الأطعمة الباردة الغنية بالماء مثل الفواكه الصيفية لتسد حاجة الجسم من الفيتامينات والسوائل التي يفقدها الجسم صيفا. فالمشمش، المانجا، البطيخ، التين والجنارك من أبرز أنواع الفواكه التي تنتشر صيفا والغنية بفيتامين سي، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية كالكالسيوم التي تحمي من الأمراض وتشعر الجسم بالارتواء والشبع لفترة طويلة. للمزيد طبعا تنضم إلينا في الاستوديو أخصائية التغذية ميرنا صباغ. مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير. الفاكهة الصيفية يعني لما الواحد يحرص وياكلها في موسمها، وين الفائدة الحقيقية؟ الفائدة الحقيقية بأنه لما نحن ناكل فاكهة بموسمها بتكون الفاكهة وصلت لأعلى قيمة غذائية. ممتاز. لما نحن ناكل فاكهة صيفية بس ما لنا مقطوفة خلال فترة الصيف ما بتكون واصلة لأعلى مستوى من القيمة الغذائية من الفيتامينات ومن المعادن. والشغلة الثانية بيكونوا كتير أطيب، لأنه نحن لما نقطف الفاكهة بموسمها بتكون واصلة لأعلى معدل من السكر، بتكون أطيب بكتير. وكمان أهم شيء أنه سبحان الله كل نوع من الفاكهة بيطلع بموسم معين لسبب مختلف. يعني نحن بالشتاء مثلا بيكتر البرتقال وبيكتر التفاح لأنه عاليين بالفيتامين سي اللي بخلينا نحارب الكولد أو الرشح، نزلة البرد. مزبوط. ولكن بخلال شهر الصيف بيكتروا الفواكه اللي فيها اللايكوبين والبيتا كاروتين اللي هن بحاربوا أمراض أو تداعيات الشمس أو المشاكل اللي بيصير معنا بالشمس مثل الكانسر مثل الحروق. وهذا الشيء كتير كتير بيساعد الجسم. وأكثر من هيك مثل ما قالت مهيرة بكونوا عاليين بالماء اللي هو بيساعدنا على محاربة النشاف. أكيد بيحتاج الجسم أكثر. طيب بما أنك أخصائية تغذية، من بين كل الفواكه اللي ذكرناها يعني بإيش تنصحي أكثر واحدة من ناحية القيمة الغذائية تحديدا في الصيف؟ أو خلينا نبدأ بالأكثر اللي فيها مياه أكثر، اللي هي البطيخ ولا في أنواع؟ البطيخ فعلا، هو البطيخ كتير عالي باللايكوبين، كتير عالي بالمياه، وكتير عالي بالبوتاسيوم والفيتامين سي. يعني كتير عالم بفكروا البطيخ مي، أنه هو مزبوط في مي بس في قيمة غذائية كتير عالية. وكمان التوت كتير في أنتي أكسيدنت أو مضادات للأكسدة اللي هي كتير بتساعد الجسم على محاربة كل أنواع الأمراض، يعني مش بس الكانسرز. طيب الحرص على الفواكه هذه وتناولها في فترة الصيف، كيف إن الواحد يقدر ينظم عملية يعني أنه يأكل الفاكهة؟ هل مثلا في الأسبوع مرة، في اليوم مرة، ولا كيف؟ لا، لازم كل شخص يأكل فاكهة مرتين بالنهار. يعني لازم يأخذ مرتين بالنهار. نعم. أوكي. حسين بالنهار لأنه كتير عاليين بالفيتامينز والمينرالز، فكتير مهم أنه نحن نأخذ اثنين بالنهار. على اثنين يعني مش بطيختين. حسين حسين بنهاي لأنه كتير مهمين خاصة للولاد اللي بيكون عندهم نمو سريع. لازم نحن كتير نعطيهم الفيتامينز والمعادن. ولازم تكون يعني مثل ما حكينا قبل شوي منقينا خلال فترة الصيف ومتأكدين أنه هي موسمية، لأنه أيام نحن منضيع إذا الفاكهة موسمية ولا لا. طب مينا خلينا استعراض سريع طبعا، لأنه البعض يفكر أنه يلا فاكهة يلا نفتح على البحري وننزل فيها يعني. فخلينا بس من ناحية بالأرقام، بلغة الأرقام، بالسعرات الحرارية، شو الفواكه اللي هي الأعلى من ناحية السعرات ولازم نقلل من كمية والأقل؟ أوكي. هلأ نحن عادة منقول حصة من الفاكهة فيها 60 وحدة حرارية. بس هون منصير أنه شو هي الحصة؟ يعني حصة مثل ما قلنا مش أنه بطيخ منا حصة. حصة من البطيخ هي قطعة مثل قطعة البيتزا. أوكي. ممكن هيدا حصة فيها 60 وحدة حرارية. وحدة فقط. وحدة قطعة. أوكي. توت، كوب من التوت في 60 وحدة حرارية. إذا عم نحكي عن الفراولة كمان كوب. إذا عم نحكي عن الباينابل أو الأناناس ربع كوب، يعني مش ربع كوب، نص كوب. المانجا مثلا كتير أغلى. أغلى، سوري. المانجا بدنا ناكل نص مانجا، يعني نص مانجا بتساوي 60 وحدة حرارية. يعني احنا دايما بدنا نفكر أنه بدنا ناخد 2 أو 3 حصص خلال النهار. شو بعد؟ في الخوخ 2 خوخ، المشمش الصغير 2 مشمش، الشمام مثلا ما كتير في وحدات حرارية فممكن ناكل قطعتين كبار. فبهذه الطريقة بنكون نحن عم نستفيد. الكرز أيضا؟ والكرز أيضا كوب تقريبا. طيب. البعض يقول أوكي بتناول هذه الفواكه بس ياخذها على شكل مثلا عصير، هل تقل قيمتها الغذائية؟ فعلا هي بتقل.
لأنه بيقل فيها الألياف. الألياف والألياف كتير مهمة للتخفيف من الكوليسترول بالجسم، لتنظيم الجهاز الهضمي. فنحن لما ناخد عصير نحن ما بنكون عم ناخد كمية من الألياف، بنكون عم ناخد بس السكر وبيفوت على الجسم بشكل سريع ومنه منيح أو صحي للي عندهم سكري. وفيها أكيد سعرات حرارية أكثر، يعني نحن اليوم إذا بناخد وحدة برتقال كاملة فيها 60 وحدة حرارية، إذا بدنا نعصرها بيطلع لنا نص كوب. ما حدا بيشرب نص كوب، اكيد انت حتشرب اثنين او كوب كبير، وهذا حيكون شيء اثنين او ثلاثه برتقال، فبتكون خلصت كل الحصص اللي عندك اياها انت بالنهار. ميرنا، كمان موضوع خلط الفواكه، عاده اغلب الاخصائي التغذيه بينصحوا انه لا، يعني يا تاكل بطيخ او تاكل مثلا مانجا او اناناس من غير هالخلطه الكوكتيل الفواكه والنعصر عليه بعدين برتقال ونعيش الحياه. يعني هل انت مع هالشيء ولا عادي الخلط؟ لا، انا مش مع هذا الشيء، بالعكس انا مع الخلط، لانه كل نوع فواكه فيه مع الخلط في نوع غذائي مختلف. يعني نحن اليوم انا مثلا منيح انه نحن الصبح ناكل بطيخ وبعدين المساء ناخذ، لا انا اقصد في نفس الوجبه، نفس الوجبة كحصه واحده ما بأثر، بس المهم انه نحن نكون نحافظ على الكميه معينه. يعني هنا يمكن ضد الخلط لانه اذا بدك تخلطي كثير حتعملي جوت كبير. أوكي. او هذا الشيء حيكون كثير عالي، يعني ما فينا ناكل فروت سالد مرتين او ثلاث مرات بالنهار، يعني حتاخذي واحد. بس كثير مهم انه دائما حتى بالخضار انه نشكل بانواع الخضار لحتى ناخذ كل المعادن والفيتامينز الموجودين فيها. طيب فترة الصيف الواحد يفقد يعني كمية كبيرة من الماء سواء عن طريق العرق أو إذا بذل مجهود مثلا محدد في أقل من دقيقة، هل الفواكه هذه تعوضني ما فقدت وإلا فقط أنها تعادل موازنة المياه داخل الجسم؟ هلأ ما فينا نحن نستغني عن المياه، شرب الماء أكيد. عادي ما في. أوكي. ما فينا، يعني لازم خاصة بفترة الصيف نشرب 2 لتر من الماء، ولكن كمان الفواكه بتعطينا كمية من المياه وكمان بنفس الوقت بتعطينا البوتاسيوم وبتعطينا الفيتامينز وبتعطينا المينرالز اللي كمان بيساعدونا أو بيحمونا من الجفاف أكثر وبيمنعوا أنه يصير في احتباس للمياه اللي عادة نشوف بالصيف نحن مننفخ أو بتحس أنه في عالم بيتضايقوا. بس مش استبدال، يعني مش أنه والله أكلت بطيخة مش هشرب. مش هشرب. شكرا جزيلا لمينا صباء أخصائية التغذية، كان موضوعنا اليوم عن أهمية فواكه الصيف. شكرا جزيلا.